أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء يا قتيل العدا ومسلول العمامة والرداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما إن بقيت من الهوى على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي. حسين لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل ميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواحد. عجيب عجيب هذا الذوق. يتلو الكتاب وما سمعت بواحد، اتخذ القنا بدلا عن الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رضى جيادي، ولهفتاه لخزانة علمك السجادي.
وهو يقاد في الأصفاد بيا حال قال باد الظنا يشكو على عار المطار عض القيود ونهشت أقتادي حاكينا الشاعر أنا وإن يقول مالي أراك ودمع عينك جامد أنا مالي أراك ودمع عينك جامدون ليش أو ما سمعت بمحنة السجاد مالي أراك ودمع عينك جامدون أو ما سمعت بمحنة سجادي العذر من السادة في هذا البيت ويصيح وذل أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي آخر يقول وما لم أرى عليلا لا علاج له إلا بنفسي مداوي إذ هلك سحبوا وهم النطع مسجن فوق وأوطأوا جسمه السعدان والحسكا يا دشت الحورة على ذاك العليل توقظ شافت مسجه ولا عند صديق يمرض بيا حاله لا فراش ولا وسادة فجعها بكثر لونين نوب يتقلب على شماله ونوب على اليم ناجور صاحت توعى يا عز الحرام يا خليفة احسان شوف حالة اليتامى وهالخيام المقوضة فتح عين وعاين النسوان كلها مطجرة وشاف روسه لبعوالي والجسم فوق الثرى صاح تجيل يا عمه شل مصاب اللي جرى يهجم العسكر علينا شلون ابو فاضل رضى صاح وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي خلي الحق هالحراير من قبل لا تنولي صاحت الله يعظم أجرك ما بقى عندي ما باقي أحد غيرك أبو محمد ما بقى عندي ولي جثثهم ظلت رمية عثرة صاح وين أبو الفضل راعي العزم والجود ما نريد الماي خلي يرجع ولا يملي الجود صاحت الجود امتلأ وتقطعت منه
الزنود ملك والين الشريعة وبالعطش وسفى قضى ويلي ويلي عاد عاد العليل يكون ينعاد يجون هله بين الراح والراد ما شفنا العليل بغل ينقاد والله ما محنا مثل محنة السجاد والله عادل عليل مرضونا ولا راد قعدي قعدونا الله يشفي مريضك بحقه يقول عاد العليل مرضونا ولا راد قعدي قعد ما شفنا العليل قيدونا وبحبال خشنا يربطونا يا وبحبال خشنا يا أجنا يا ربطو أوالي أولادي أي الزهرة الليلة بكل ما تمتجي وتنظر إلى من يعزيها بأولادها خاطبنا قولوا أولادي يا ربي وش جرمهم واحد تعمد عليهم وسمهم والثاني شهر سيفه وذبحهم بعدنا بعاشور ها والثاني شهر سفايا يا سفايا وذبح ولكن الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا مع المتقين محمد وآل بيته الطاهرين قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبينا وحبيبنا محمد وآله بداية نعطي سيرة مختصرة في حياة إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عندما يترجمون لسيرة الإمام يذكرون أنه ولد في الخامس من شهر شعبان في سنة 37 أو 36 وبهذا التاريخ يصير عندنا معلوم أن
الإمام عاصر جده أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأن أمير المؤمنين متى كانت شهادته؟ في أي سنة؟ سنة 40. وقيل أن الإمام أمير المؤمنين بشر بهذا المولود. الإمام زين العابدين من هو أبوه؟ أبوه الإمام الحسين كما نعلم، اللي الإمام الحسين اتفقت كلمته أن يسمي جميع أولاده باسم علي. ذاك الرجل يسأل علي الأكبر يقول له ما اسمك؟ يقول له علي. وما اسم أخيك؟ يقول له علي. وأخوك الثالث منه؟ قال وإن أباك ليس عنده إلا اسم علي. فلما نقل الكلمة إلى أبيه سيد الشهداء عليه السلام قال لو رزقني الله بكم كلهم أسميهم علي. لو 100 مولود. فأبوه سيد الشهداء، أمه من هي؟ شهربان، وين؟ وقيل شاه زنان بنت ملك كسرى من الفرس. حتى الشاعر لما يمدح الإمام يقول وإن وليدا بين كسرى وإيش وهاشم لأفضل من نيطت عليه التمايم. يقول لما جيء بسبايا الفرس ونسائهم، واحدة من ضمن النساء تكلمت كلاما بلغة فارسية، فقال أحدهم أظن أنها شتمتنا. لما استخدمت هذه اللغة أمير المؤمنين كان موجود عليه السلام، قال لا يحق لك أن تفسر لغة لا تعرفها. من اللي عندهم فصل الخطاب؟ من الذين يعلمون كل اللغات؟ إذا كان سليمان يقول علمنا شنه منطق الطير، حتى منطق الطير نعرفه، فكيف بهم عليهم السلام؟ أهل البيت كل العلوم مبدأها وعودها عندهم. قال إذن ماذا قالت يا أبا الحسن؟ هذه بالفارسي تتكلم، شنو قالت؟ قالت إنها، قال عفوا، إنها تقول واذو الله بعد ذاك العز. سأل الله أن يعزكم بعز الولاية. من أعظم الأشياء أن يكون الشخص بعيد عنكم عزيزا ثم يذل. طبعا العز والذل في مقياس أهل البيت، شنه؟ من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا شي سوي، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. يعني تقول إحنا لما كنا في القصور، الآن نحن سبايا، قال إذن يا ماذا نفعل بهن هؤلاء النسوة؟ قال إنهن لا يجبر، إنما يخير، فكل واحدة تختار. وإذا وقع اختيار شهربان وشاه زنان في قصة مفصلة على الإمام الحسين عليه السلام، فقال ولدي خذها فإنها ستلد بحجة الله في زمانه، وهو من؟ صاحب الليلة، إمامنا علي بن الحسين. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن الإمام زين العابدين. متى؟ عندما قال إذا جاء يوم القيامة أتى النداء من بطنان العرش، أين زين العابدين وسيد الساجدين؟ فيأتي ولد من ولد ولدي الحسين يتخطى رقاب القوم، وهو علي بن الحسين. عاش مثل ما قلت لك قبل شوي، عاش في زمن إمامة جده أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم عاصر زمن الإمام الحسن عليه السلام أيضا 10 سنوات، ثم حضر كربلاء. كربلاء لما حضرها الإمام كان عمره كم؟ بين 23 و24 سنة. حضر مع أبي، وكان هو الإمام بعد أبي. طبعا اختلف المفسرون، اختلف الرواة العفو في علة الإمام. ما هي علة زين العابدين؟ لأن الجهاد لو كان الإمام بكامل عافيته لوجب عليه شنه؟ نصرة أبي، لأن الإمام الحسين إمام على من؟ على ولده زين العابدين. لكن لما كان سقط عنه التكليف،
قيل أنه شارك في جزء، بعض المؤرخين يقول أنه شارك في جزء من الحرب وارتث جراء مشاركته، بعضهم يقول لا كان به حمى، وهكذا أقوال كثيرة. لكن على علته وعلى مرضه خرج قال يا عم زينب علي بالعصا والسيف، أما العصا أتوكأ عليها وأما السيف أحامي به عن ابن بنتي رسول الله، فخرج وهو ينادي لبيك أبا. يعني ترى خدمة الإمام وحضور مجالس الإمام والبكاء على الإمام ليس فيه عذر. احنا نشوف بأنفسنا أناس شارفوا على يعني أعمارهم في نهايتها، رجل كبير في السن وإذا هو يجي ويمشي ويأتي إلى زيارة الإمام الحسين، أناس عاجزة مشلولة وإذا يجي بشتى الأشياء، وإذا ما يمنعه شيء من ذكر الحسين وإتيان مجالسه وإتيان زيارته عليه السلام. اللي الإمام قال أرجعيه لكي لا تخلو الأرض من حجة. قد واحد يسأل سؤال يقول لو قتل زين العابدين الإمام الباقر موجود، لأن الإمام الباقر في كربلاء كم عمره؟ عمره 4 سنوات، 56 أو 57 ولادته. فلو قتل زين العابدين وقتل الإمام الحسين تصير الإمام لزين العابدين، عفوا للإمام الباقر. يجي الجواب أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق بعد أن خلق الخلق كان في نظامه أن هذا الكون يسير وفق نظام معين، فهو معين 12 إمام، إمام يأتي بعد إمام مباشرة. فلو قتل الإمام الحسين ثم كان الإمام الباقر انقطعت هذه السلسلة التنظيمية، لذلك قال أرجعيه لكي لا تخلو الأرض من حجة. طبعا الإمام السجاد سيأتي الحديث في آخره حضوره في كربلاء كان له دور عظيم، حتى أن بعض العلماء يقول لولا أن كان من إحضار زين العابدين والسيدة زينب عليهما السلام إلا لأمر الخطبة لكفى. يعني الخطبة التي خطبتها السيدة زينب بعد أيام راح تدخل الشام، السيدة أول سفر دخول الشام، شنو الخطبة اللي خطبتها العقيلة اللي إلى اليوم صداها، إلى اليوم صداها عندما خاطبته وقالت كد كيدك واسع سعيك وناصب، فوالله شنو لن هذه تفيدنا، لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وما رأيك إلا فند وما جمعك إلا بدد وما أيامك إلا عدد. نفس الشيء زين العابدين الخطوة التي خطبها في المجلس هم لها واقع. يقول صعد الخطيب لمن قبل الحكومة الأموية ونال من أهل البيت، فقال الإمام ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق. أكو ناس تدور رضا الناس على شنو؟ على رضا الله، فلان يرضى عني زين هذا حرام، قال أهم شيء يرضى. لا يا يزيد أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلمات فيها لله رضا وللحاضرين أجر وثواب؟ رفض اللي وياه، أصروا عليه، قال إنه من أهل بيت علم، ما تعرفوا من هؤلاء، والفضل كل الفضل ما شهدت به. وإذا هو يقول هذا إن صعد ما نزل إلا بفضيحتي، قالوا لي أصعد ماذا عساني يقول. فعلا صعد الإمام، شو قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الناس أعطينا 6 وفضلنا 7. أعطينا شنو؟ هذا حافظين أنتم، العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين أمثالكم، اللهم ثبتنا على حبهم. يقول وفضلنا 7، فضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني
فأنا أعرفه بحسبي ونسبي. الدعاية اللي جرت أن هؤلاء شنه خوارج، لكن الإمام شو قال؟ أيها الناس من عرفني فقد عرفني، أنا ابن مكة ومنى. شوف التعريف شلون، أنا ابن زمزمة والصفا، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين، أنا ابن من صلى بالملائكة مثلا، الله الله، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهرة، بعد قال أنا ابن الحسين شهيد بكربلاء، أنا ابن العطشان حتى قضى. يقول الشيخ الشوشتري عليه الرحمة في الخصائص، وهذه من أعظم عجيب الحسين، أن أقيم مجلس عزاء في مجلس عدو، فأراد أن يقطع خطاب الإمام، قال قم يا مؤذن، أنا عادة عندي وين ما تجي الدمعة أقرأ حتى لو بنص الموضوع، ما عندنا تقيد، وين ما تجي دمعتك وتجريها عليهم أني ألك. هذه الدمعة اللي يقول الإمام الصادق، من بكى على جدي الحسين وخرج من دمع بهالمقدار غفر الله له ذنوب ولو كانت كزبد البحر. قال قم يا مؤذن وأذن، لأن الأذان إذا قالوا الأذان الكل يسكت، فأذن قال الله أكبر، قال كبرت كبيرة وعظمت عظيمة، قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال شهادة شهد بها قلبي وجميع جوارحي وأعضاء بدني، قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقال محمد جدي أم جدك، فإن قلت جدك سنه كذبت وأثمت، وإن قلت جدي فلما قتلت صبطه ولما سبيت نساءه وبناته. يا مؤمنين بنات رسول الله الأيام من بلد إلى بلد وشهرون، هالأيام إحنا بهالمكان هم وين؟ فالإمام بهالخطبة قلب الرأي العام، كان إلى دور إلى عمل عمله بهذه الخطبة اللي بعدها، أمر بأن يسير الإمام وجعل قائد يصير تحت إمرة الإمام زين العابدين، اللي بعدها مروا بكربلة ثم رجعوا إلى المدينة. فكان لوجود الإمام حفظ لنساء أبيه، لأخواته، لعماته، حتى لو اضطر إلى استخدام ولايته التكوينية عندما أراد الأعداء أن يركب، قال دعوا عماتي يركبن بعضهن بعضا وإلا قلبت عليها سافلها. فهل مدعاشها بعد كربلاء، ماذا كان زين العابدين بعد كربلاء؟ كم عاش بعد كربلاء؟ 35 سنة. أول صفة بارزة أن الإمام مورس التضييق عليه، بالك الإمام عاش حياة هانئة، يقول حتى أنه منع حتى من أداء صلاة الجماعة والخطبة، فكان ينشر المعارف لأهل البيت عن طريق أدعيته المباركة. عندنا كتاب اسمه الصحيفة السجادية، هذه يعبرون عنها أخت القرآن، في بعض التعبيرات يقولون زبور آل محمد. إخواني آبائي بإذن العلماء الأفاضل وأنا أقلهم، إحنا عندنا تراث عظيم والله من أدعية أهل البيت. إن تروح إلى أي مكان، إلى أي حضارة، إلى أي أمة، إلى أي مذهب، هل عنده مثل أدعية أهل البيت؟ أعطني دعاء كدعاء كميل مثلا، موجود؟ كدعاء الإمام الحسين يوم عرفة، الله على هذا الدعاء، شوف يأخذ ساعة وعشر دقائق قراءته، ولكنك عندما تتمعن في كلمات تشوف شنو هالكلام هذا. يقول أحدهم كنا في المخيم هناك في الحج، الله يبلغكم، وإذا مروا جماعة من المغرب العربي يشردون ماء، صوت تدري صوت السماعة،
يقول فوقفوا مكانهم يسمعون إلى أن انتهى الدعاء. طول الوقت واقفين. سألوا بعض من أين لكم هذا الدعاء؟ من وين؟ قالوا هذا دعاء إمامنا الحسين. تعالي إلى زين العابدين. شوف شنو اسمه، زين العابدين، سيد الساجدين. ما فعل أمر إلا وسجد، أصلح بين اثنين سجد، أعطي نعمة سجد، كثير السجود حتى يصلي بين اليوم والليلة 1000 ركعة. قالوا له يا زين العابدين رفقا رفقا بنفسك، قال علي بصحيفة جدي أمير المؤمنين. جابوا له صحيفة، كأنما عنده صحيفة جده أمير المؤمنين التي فيها عبادته. قال أين أنا من عبادة جدي أمير المؤمنين؟ يعني تستكثرون علي هالعبادة، أين أنا من عبادة جدي؟ وإذا لما تقرأ دعاء كدعاء أبي حمزة الثمالي، هذا اللي نسب إلى أبي حمزة، علمه الإمام لأبي حمزة، ثابت اسمه ثابت بن دينار، من خلص أصحاب الإمام. يعني مثلا لما توقف على هالفقرة يقول أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيقي لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن. أو يقول في مقطع آخر وتفضل علي على الممدود مختلف على المغتسل ممدودا يغسلني صالح جيرتي، وقد تناول الأقرباء أطراف جنازتي. اقرأوا المناجات 15 له، 15 مناجاة، كل يوم اقرأ لك مناجاة، شوف شنو يقول. مناجات الشاكين، مناجات التائبين، مناجات الجواهر تركها الإمام. فمن ناحية العبادة بث علومه بالدعاء. احنا ننظر الى الدعاء انه كلام بيننا وبين الله، علمنا المعصوم شلون نتكلم. احنا لما نريد ندعو مو انا انشئ دعاء، المعصوم علمني كيف يكون الكلام مع الله. واذا هالادعيه فيها معارف، فيها ادعيه، فيها معارف، فيها علوم غير الصحيفه السجاديه. شنو عند زين العابدين؟ عنده رساله الحقوق. هذه الثقافة لو كانت موجودة، ثقافة الحقوق، لعاش المجتمع بأمن وأمان. حق الوالد، حق الصديق، حق الرفيق، حق أمك، حق أبيك، حق صاحبك، حق جارك، كلها ذاكرها الإمام السجاد عليه السلام. كذلك الإمام في ظل هالظروف قام بتربية العبيد، كان يشتري العبيد ويعلمهم سنة كاملة. صور واحد سنة كاملة يشوف عبادة الإمام، صلاة الإمام، شلون راح يطلع؟ حتى واحدة من جواري الإمام قالوا لها صفي لنا زين العابدين، قالت أجمل أم أفصل؟ قالوا أجملي. قالت ما يوم فرشت له فراشا في الليل وما يوم قدمت له طعاما في النهار. يعني يصوم نهاره ويقوم ليله بالعبادة. شوف التربية. يقول إحدى جواري فعلت أم سقط منها شيء، شون تتكلم وهي في بيت الإمام؟ قالت والكاظمين قال كظمت غيظي، تتكلم بالقرآن، والعافين قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، فقال أنت حرة لوجه الله. هذه تربية الإمام، سلام الله عليك يا زين العالم. فالسنة كاملة يتعلمون في بيت الإمام ثم يعتقهم وينشرون العلوم في شرق الأرض ومغربها. هكذا كان هو بأبي وأمي. شوفوا الهيبة والإلفات النظر لا يكون بالمال، لا يكون بالمنصب، لا يكون بالجاه. مما ينقل هالقضية، تلا نطيل عليكم، يجي هشام يريد أن يقبل بيت الله، يقبل الكعبة، زحام وبحاشي تجاي
زحام. ثم يأتي زين العابدين، لا حاشية ولا حرس، أول ما ينظر إليه الناس ينفرجون إليه صماطين، ويأتي ويقبل بيت الله، يقبل الحجر، يقول لأحد حراسه: من هذا الذي أفرج الناس له الطريق وأنت لم يفرجوا لك؟ قال: لا أعرفه. ويعرفه لكن ينكر. فقام برى الفرزدق من شعراء العصر الأموي، شقال؟ قال: يا سائلي، هذه الميمية الرائعة، يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. ما تعرفه أنا علمك، هذا الذي تقرون وياي حافظينها، هذا الذي تعرف البطحة وطأته، والبيت يعرفه والحل هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي الأمم، يقضي حياء ويقضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم، هذا رسول الله، هذا ابن رسول الله، علي والده، بجده أنبياء الله قد ختموا وصار. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. حتى اللي يقولون سجن هذا الفرزدق، سجن في منطقة اسمها عسفان بين مكة والمدينة، إلى اليوم نفس الاسم ما تغير، هجرة من الهجر الآن. فأرسل له الإمام السجاد بعطاء، سلم مبلغ من المال، قال: مولاي، ما للمال مدحتكم، كناس تمدح لمال، لعل الصفات اللي تقولها مو موجودة لكن تمحت، لكن أن وجدتكم أهلا للمدح فمدحتكم. ايش قال للإمام؟ قال: نحن إذا أعطينا لا يرد عطاؤنا، ونحن في هذه الليلة نتوسل إلى الله بإمامنا السجاد. سيدي، نظر إلى أهل هذا المأتم، كان منهم طالب حاجة، كان منهم مريض، بنظرة منك يا مولاي، يا وجيها عند الله اشفع لنا. ترى بنظرة يغيرون كل شيء، ترى فما تتوسل بهم فبكم يشفى المريض في الزيارة الرجبية، نحن نجعلهم وسائل بيننا وبين الله. هذا الإمام اللي 35 سنة، شوفوا احنا كم المدة اللي نقعدها في المأتم، كم المدة التي نبكي فيها، ونحن لم نرى، أنا وأنت ما شفنا كربلاء وما رأينا الواقع. يقول في الأمثال العربية المستأجرة ليست كالثكلة، وسابقا يجيبون النساء يستأجرونهم حتى يبكين، هذه بكاءها مثل البكاء المرأة الثكلة التي فقدت. من رأى ليس كمن سمع، احنا سمعنا وجاتنا كربلاء سماعا وما تحملنا. يقول الإمام: عندي حديث كربلاء، لولا خوفي عليكم أن تموتوا لذكرته، إنه يقطع القلوب. ترى اللي وصلنا من كربلاء مو الجميع، وأشياء ما نقلت، لكن أقول لك عبارة واحدة تنبئك عما جرى على سيد الشهداء عندما تقرؤون في الزيارة: ولعن الله أمة قتلتك، بعد وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. حرمة الإسلام، شلون اللي شايل الجرح في قلبه زين العابدين، عاش 35 سنة، ما يقدم له طعام ولا شراب إلا مزجه بدموعه. أي والله، تجي للجارية يوم حار، كان صائم يوم حار جدا، تدري حر المدينة، مولاي جبت لك الماي، مولاي انت عطشانك طول اليوم. لما سمع كلامها دمعت عينه وسقطت دموعه في القدح، يقلها: انا اشرب لذيذ الماي، حاشا، واهلي قضوا كلهم. لان الامام اراد يقول: ترى ما قتل جدي الحسين وانت ابي الحسين وانت هلا، لا حافظوا على مصيبة كربلاء بالدمعة والأسى. احنا نبكي وين؟ في الماتم بس، صحيح؟ هو لا،
يقول الرواية كانت عنده خريطة يعني ورقة فيها تراب كربلاء، إذا أراد الصلاة صلى عليها ودمعت عينه على أبيه الحسين. أعطيك مثال أعظم حتى تتهيأ لمصيبته. تقول دخل يوم من الأيام في سوق، وهو سوق القصابين جزارين، وإذا به يسمع الغلام كغلام أو عفوا القصاب يقول لغلامه: أسقيت الذبيحة ما قبل أن تذبحها؟ جاء الإمام قال: لأنتم يا معاشر القصابين لا تذبحوا الذبيحة قبل أن تسقونها ماء. الإمام يسوي ماتم حتى في السوق على الملابين. قال له: نعم سيدي، هذه تعاليم مجددك رسول الله، حتى الذبيحة هذا من مستحبات الأصلية، وأنه لا تذبح الذبيحة حتى إيش يسقونها ماء، يقطرون ماء. وإذا الإمام توجه ناحية كربلاء قال: السلام عليك أبا، أبا لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين، ويذبح ابن رسول الله ظمأنا. حسين حسين، حتى بهذا ما حصلت أبو علي. يقول أحد الأعداء: رأيت شفتيه تتحركان، قلت إن كان يدعو علينا فنينا. يقول: جئت وضعت أذني عند شفتي الحسين، شو يقول؟ وإذا به يقول: وحق جدي أنا عطشان. هذا موقف. موقف ثالث وين؟ يقول دخل يوم الأيام واحد المدينة وهو يقول: أنا غريب أنا غريب، يصيح أنا غريب. قام الإمام مسك من إيده قال له: أنت غريب؟ قال له: نعم. قال له: إذا عطشت وأردت ماء ألا يسقونك المسلمون ماء؟ قال له: نعم. قال له: إذا مت ألا يصلوا عليك ويكفنوك ويدفنوك؟ قال له: نعم. قال: إذن أنت لست بغريب. من الغريب؟ قال: الغريب الذي لم يجد له لا غسلا ولا كفنا. يا لب دمعتك هنيئا لك، أسبقكم عبرة أسبقكم نصرة. تقول الرواية يوم الأيام قالوا لأبي حمزة: يا أبا حمزة أدرك زين العابدين، أدركه شوف حالته من البكاء والوجد على أبيه الحسين، خاف عليه. فدخل أبو حمزة شاف مرقة واقفة تحت الشمس، قال: سيدي لعلها جارية أذنبت. قال: لا أبا حمزة، شو تقول؟ انظر إليها. نظر وإذا بها تقول: دل الله يا الولد يا ابن دل الله. تقول: أنا ظلت طول الليل لالي أهز بالمهد والمهد. عرفت منه؟ أظن عبد الله نغالي أثار الولد. يا ناس يا ناس، قال له: هذه أمنا الرباب، أبت أن تستظل بظل وقد رأت الحسين تصرش. قال له: زي مولاي مولاي مولاي، القتل لكم عادة، كرامتكم على الله الشهادة، أما أنا لحزنك أن ينتهي، لبكائك أن ينفد. قال له: نعم نعم أبا حمزة، القتل لنا عادة، كرامتنا على الله الشهادة. السادة: لكن أسألك، هل رض الأجساد لنا عادة؟ أول سبي النساء لنا عادة. هاي الكلمة لو تبكون عليها طول الدهر ما طيتوها حقها. اسمع شو يقول الإمام: والله كلما نظرت إلى وجوه عماتي بكيت، تذكرت فرارهن في البيت. قال له: قلبي يا ابو حمزة تراه تفطر وذاب، مثل المصيبة اللي دهتنا ما حد انصاف، ذيك البدور اللي بمنازل
منازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفترون. سبعة وعشرة فارقتهم كلهم يغصون في فرج ساعة وسدوهم حر التراب. لا شفت جسم اللي على المسنات مطروح منو وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوب. ولا شفت الأكبار ما لمتن بكثرة النار ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شر. انا اغير لك الوانا حتى جاوب وياي. قال اما المصيبة الهيجات حزني علي بعيني نظرت حسين تحت الاعوجي حرقا وخيمنا وركبا زينب مطير. ايش احكي يا ابو حمزة وش عدد لك من امصاب. كأنما الامام منكس راسه قال له ابو حمزة ترى الحسين شال راسنا رفع راسنا اجل ليش هالبكاء والنحب. يقول لما نكست راسي لجل ذبح الصناي ما قصروا بالغادر يا زلزلول اجل ليش. قال نكسل راس دخول زينب مجلس. يقول ابو حمزه ابو حمزه اكو موقف انا محافر بذاكرتي تريدني ما انحب. شنو يا مولاي؟ قال فعلي زيد ما انسى وما انسى ديوانه اقبال النساء والاطفال يا علي يا علي تناول راس مولانا قام يلوح بايده وظل يكسر راس ابو حمزه بعد حسره بقلبي. شنو هالحسره هاي اللي احنا تبكينا والله. ذاك يسأل الحجة يقول لا ابكينا عليك بدل الدموع دمع على من قال على عمتي. يقول شلون اطوي حزن قلبي وما ابكي وما انحب وانا اللي شفت موقف من الناس تتعجب يزيد بمجلسه وشلون يكلم عمتي. الله اكبر. خل اذكر لك موقفين اليه موقف يذكر المنهال. يقول المنهال جيت الشام رأيت الإمام قد لبس ثوبا أحمرا وتعجيب الإمام يلبس مثل هذا الثوب اقتربت منه قلت مولاي ألك حاجة لأني لم أرى ثوبه أحمر لا رأيت الدماء تنبعث من رقبته. قال من هال هل عندك ثوب لا تريده؟ ليش مولاي؟ قال لقد حزت رقبتي الجامعة. خاف ما تدري شنو الجامعة. عبارة عن طوق من الحديد مسمر بمسامير يعني الإمام من يحرك رقبته ينبت مسمار في رقبته. يقول من هال جئت بثوب صرت أفتح الجامعة قليلا فتناثر الدم من رقبة الإمام. ألا من مناد وإمام
قال له منها أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على القبائل بأن محمدا منها، وأصبحت بني هاشم تفتخر أن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله سبايا. بعد هذا الموقف أروح للاستشهاد وياك، لما رجع زين العابدين يقول نصب لخيمة زين العابدين حتى المدينة تتهيأ. جاء ابن الحنفية قال له أخي، والابن أخي أين أبوك الحسين؟ يقول له محمد يا عمي جيتك يتيم وما من معي غير الحريم. قال يعني زينب جات؟ قال ايه. يلا ادخل سليها. عم وقف على الباب، يا الله لما تغطي الحجب النساء مار الا واحدة شافها ما متغطية ما متحجبة طلع. قال له ما بك عم؟ قال له ابن اخي اكو واحدة ما اعرفها. قال له عم هذه عمتي زينب الهاشمية. قالت لا تقل زينب الهاشمية بل قل زينب المسبية. يلا يحق لك يا محمد ما عرفتني لل المصايب غيرتني، انا لا مو خاف تموت جاراوك متني، اثار كم صوت اللي ضربتني لا زال في بكاء ونحيب الى ان جاء في مثل هذه الايام دس الى امامنا ثم نقيعا في طعامه اكل منه قليلا سرى السم في جسده. الماء يبكي يتباجي الماء يتباكى ينادي واماما الى ذاك القبر المهدوم الى البقيع نادي وعلي حضر عنده ولده قال أوصيك بما أوصاني به أبي إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله على مصاب الولد لا تهمل العين كل البجة والناح والحسرة على حسن وحزني. قولها قولها اشحلوها من لسانك على حسن وحزني. أدار عينيه في أولاده قرأ ياسين والواقعة ثم أوصى بوصاياه دفع إلى الباقر مواريث النبوة والإمامة ثم عرق جبينه. يا الله يا الله سكن أليله مدد رجليه وأسبل يديه وأغمض عينه وأطبق فاه الله أكبر. يا الله يا محمد يا علي وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله دمعتك. نهض ولده الباقر ليغسل والده جرده صب عليه الماء. الحاضرين يقولون شفنا الإمام قام من على الجنازة نادى وأبتا
ما بك يا أبا جعفر؟ قال وأنا أغسل رأيت أثر الجامعة والقيود. أنزل أباه في ملحودته يقول لأبو جعفر لقد أنزلت من أنزل من ما غسلوه ولا لفوه في كفن. أنزلت اللي تحير عندما جاء كلما رفع عضوا وقع الآخر. سوى سوى الحين ظهر على ابوه والله اعلم بحاله بدال الجفن وتابوت لف باري وشا. اكو عادة اخواننا ابائنا اذا نزلوا الميت في القبر يجي ولد الكبير يقبله على جبينه او على خده. زين العابدين تحير في جثة ابيه يقل ابويا انا الصار بيا ما جربنا. أنا شفتك جسد بالخيل ينداس وتال الوقت نزلتك بلا بعد. يقول لما رجع إلى زينب قالت له وينك؟ قال له عم للتوي جئت من دفن أبي. قالت عندي سؤال واحد. اقعد اقعد أبا محمد. تقول له عم يا علي عندي وياك بس نشدك من عادة الميت يوسد عالترب خدايا يا شلون دفنت ابوك وراس ما والله عادة الميت يحضروا له لا هذا يحضر جفن ذاك غسله يا عادل ما جرت فكر يا عادل ما جرت. يقول متنا عليه من الحزن يا ريت متنا إمامه وينظر بالصوت متنا ولو ان بيدي اجي لزحوف متنا وقيم النوح ويما يا ويما الزجي ماجورين على حب الإمام. واويلي على السجاد واويلي على السجاد واويلي على السجاد واويلي واويلي على صاح المهدي ويانا وام حسين حزنانا طاح العرش وركانا والله ينوح قرآنا. واويلي على السجاد بعد مرة واويلي على السجاد واويلي بالسم قطع وكبده ما تروع وجده بالسم قطع وكبده ما تروع وجده صار الباقر بشده وتجري دمعته بخده. واويلي على واويلي دفنا وسيد بقبره دفنا وسيد بقبره وسمعوا ونت الزق لا للعين والسطره ابني مجهل وقدره. واويلي على
جراح اللي تحبونه لكن تنزف بتونه، راح اللي تحبونه لكن تنزف بتونه، باكر ما يخلونه قبرهم يهدمونه. واويل على لا تسألني والصاير جاير، هالعدو جاير باكر من يجي الزاير يوقف بالصحن حاير. واويل على شاد، واويل على باللي القوم يسروها وعلى الراس ضربوها، ولابن زياد ودوها ولابن زياد ودوها. واويل على قول النظرة وانت رجوان شاف الليلة مرضان، نظرة وانت رجوان شاف الليلة واقضي الحاجة مولانا لا هيهات تنسانا. واويل على جاد، واويل على السجاد، واويل على السجاد، واويل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بإمامنا صاحب هذه الليلة زين العابدين وسيد الساجدين، بآبائه وأجداده وأبنائه، عجل فرج ولي أمرنا بيمنه وبركاته، اشفي كل مريض سيما هذا المنظور بمريض كربلاء زين العابدين. قضي حوائجنا حوائج المؤمنين والمؤمنات، بباب الحوائج إمامنا موسى بن جعفر، يسر أمورنا فرج همومنا وغمومنا. اللهم فك كل أسير، اقضي كل سجين، من كان في المجلس طالب حاجة اقضها له ويسرها له بحق محمد وآله المؤسسون لهذا المأتم. تقبل عملهم، اشفي مرضاهم، اقضي حوائجهم يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجه الزيارة. السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، خير خلق الله، نور عرش الله، محمد بن عبد الله. السلام عليك وعلى أخيك وابن عمك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى ابنتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى سبطيك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك وعلى الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك المنتجبين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين
مقاعد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. سيدي ومولاي علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. أشهد يا مولاي لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وأجزل بك الثواب وجعلك وأخاك وجدك وأباك أئمة عبرة لأولي الألباب. يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب، وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك. ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى ابن أخيك القاسم. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع أهل بيتك. السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام عليك سيدي ومولاي يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المنتجبين وعلى أختك الكريمة فاطمة المعصومة. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم والثبات على ولايتكم، والصلاة والسلام عليكم جميعا ساداتي وموالي ورحمة الله وبركاته. سلام عليك سيدي ومولاي يا قائم آل محمد، يا حجة ابن الحسن العسكري، يا صاحب العصر والزمان. سلام عليك يا شريك القرآن وخليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى لك الفرج وسهل الله لك المخرج، وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ومحبيك واللائذين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. سلام عليك سيدي وعلى آبائك وأجدادك الطاهرين جميعا ورحمة الله وبركاته، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.